أنا اللاعب حسام كواملة من مخيم العروب، عمري 21 سنة، بلعب مع منتخب فلسطين لكرة الطاولة. أنا لعبت نهائي بطولة فلسطين بتاريخ 4/3/2022، وبعد ما لعبت النهائي وروحت على البيت بكتشف أنه اللاعب اللي لعبت معاه لاعب في الدوري الإسرائيلي ولاعب في الدوري الفلسطيني، وهذا الأمر يشكل ازدواجية وأمر ممنوع في القانون الفلسطيني، وهم اعترفوا على الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة واللجنة الأولمبية واللجنة التي تم تشكيلها، اعترفت بأن اللاعب لعب كل هذه الأعوام من عام 2013 حتى عام 2021 ولم يعترفوا بعام 2022 الذي أحرز فيه لقب بطولة فلسطين، وأنا الذي واجهته على النهائي رغم أنه لعب 6 مباريات، وهذا الأمر مؤكد بتوقيع الحكام وبصورته وبنتيجته كاملة مع كل نقطة وكل شوط. وأنا أطالب أن يعود الحق لأصحابه وأن يتم منحي اللقب وتجريد هذا اللاعب من اللقب، وأن يتم شطب اسمه من الدوري الفلسطيني لأنه يلعب بإزدواجية في الدوري الإسرائيلي ممثلا بنادي أبو علي يورشلايم، وفي الدوري الفلسطيني ممثلا بنادي أبناء القدس، وهذا الأمر مرفوض قطعا. أنت تصور معي هذه المقابلة من قلب مخيم، وأنا الآن موجود في هذا المخيم لأنني هجرت من قرية زكريا لعام 1948، وأنا أرفض التطبيع سواء من عام 1948 أو في 2022 أو حتى في 2050 إذا استمر هذا الاحتلال. نحن نهجنا واحد وثابت، طريقنا فلسطين، لا نقبل بالاحتلال ولا نقبل بالتعامل مع هذا الاحتلال مهما بلغنا الثمن، وأنا أعلنت اعتزالي لأنني أرفض مواجهة الاحتلال وأرفض حتى الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال. فكيف يعقل أن يتعاونوا مع هذا الاحتلال ويلعبون في أنديته ويأتون ويحرزون بطولات فلسطين ويمثلون المنتخب؟ هذا أمر مرفوض قطعا. أنا أطالب أن يتم إنصافي في هذه القضية، وأن يتم حرمان اللاعب من اللقب وتجريده منه ووقف لعبه في الدوري الفلسطيني، وأن يعود اللقب لي لأني لم ألعب في أي وقت من هذا الزمان مع أي لاعب إسرائيلي أو أمثل أي نادي إسرائيلي، وأرفض هذه الفكرة قطعيا. وهو الذي يتقبلها يجب حرمانه من اللقب لأنه يلعب بإزدواجية ويقبل التطبيع مع العدو منذ العام 2013 وما زال مستمرا حتى هذا العام.